عامان على إعلان ثورة 11 من فبراير يوما وطنيا. جئنا عقب عملية تغيير سلمية. قرار اتخذته سلطة الرئيس هادي بعد صراع شعبي مرير مع نظام سابق احتكر السلطة وكل موارد الدولة لصالح نخب جهوية وعسكرية اختيرت لتقود البلاد إلى المجهول آنذاك وتغيب ملامح النضالات الوطنية وتاريخها الممتد. حالة حيرة كبيرة عاشها الرئيس هادي فيما يبدو قبل اتخاذ قرار الإعلان أمام حتمية ثورة شعبية وضغوط إقليمية لتهميش واقعها المندلع. وفيما ظلت الثورة السلمية تعيش شكلين من الصراع، الأول صراع داخلي في مواجهة ثقافة النظام السابق، والآخر إقليمي لم يألو جهدا في محاولة إجهاضها. أتى قرار الرئيس هادي بإعلان فبراير يوما وطنيا ليغير جزءا من الواقع المرسوم، خاصة بعد أن صارت الثورة حدثا لا مناص منه واستحقاق يجب التعامل معه وفق مقتضيات الضرورة التاريخية. وبما أن الثورات فعل لا يسير وفق اعترافات بروتوكولية أو وصفات رسمية جاهزة، فقد شقت الثورة السلمية طريقها الخاص مكتفية بتفاعل القوى الصانعة لها والراسمة لمستقبلها على المستويين النظري والتنظيمي. جاء الحوار الوطني وتحولت الكرة إلى ملعب الرئيس هادي لتمنحه شرعية الثورة السلمية كامل الشرعية، وهو ما لم يحدث مع أي رئيس قدم على إثر انتفاضة شعبية. غيرت فبراير ملامح الواقع واعتبرت مقررات الحوار الوطني تجسيدا عمليا لأهدافها الثورية، إلا أن التحديات لم تقف عند صراع الاعتراف بحتميتها، بل عملت المنظومة السياسية الماضية على التواري خلف مؤسسات الدولة الجديدة من الإعلام إلى المؤسسات المدنية وأيضا العسكرية، مصممة بذلك على تجاوز ملامح التغيير. محطات صراع مرير عاشتها ولا تزال تعيشها الثورة السلمية في مجابهة المنزعجين من التغيير، وهم ذاتهم الذين كانوا ينظرون إلى نضالات الشارع باعتبارها عملا هامشيا، متمسكين بأدوات قمع قديمة لمواجهة الثورة في محاولة للعودة إلى منظومة ثار عليها الشعب ذات يوم.